واذكروا الله في أيام معدودات، تذكر الله عز وجل في أيام الحج، وكذلك في أيام التشريق في جميع أحوالك. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إني لأجد في هذه الآية فمن تعجل في يومين إلى آخرها دينا عظيما هو من رب السماوات والأرض الذي له الحكمة البالغة في أمره. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كما جاء في سورة هود. ولعل الله أن ييسر في لقاء قادم أن يكون الحديث عنها، كيف جاءت هذه الآية، ثم جاءت موضوعات موضوعات، ثم وجه خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو حديث لقاء قادم إن شاء الله. كم عدد المسلمين حال أمر المسلمين بالحج؟ حج نبيك صلى الله عليه وسلم ومعه أكثر من 100,000 بقليل ممن حج معه صلى الله عليه وسلم. وكم عدد المسلمين اليوم؟ وكم عدد الذين يحجون اليوم؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا ترون أن من حكمة الله الظاهرة أن الله لما أن جعل الأماكن محددة في أداء الحج جعل هناك ترتيبا ربانيا عظيما في أن لا يكون هناك زحام وتدافع وأذى يقع من الحاج لأخيه الحاج، وهم يؤدون هذا المنسك في 5 أيام؟ فيا لله ما أعظم هذا الدين. لاحظوا في مسألة التقديم والتأخير، منهم من يأتي بطواف القدوم فيقدم سعي الحج، منهم من يأتي بسعي الحج في اليوم العاشر، منهم من يأتي به في اليوم 11، منهم من يأتي باليوم 12، منهم من يتعجل، منهم من يتأخر. تأملوا في الطواف، كذلك في طواف الإفاضة، تأملوا في أشهر الحج، فمنهم من يأتي بعمرة بالتمتع بعمرة الحج في شهر شوال أو في ذي القعدة، منهم من يأتي قارنا، منهم من يأتي مفردا. تأملوا حتى في مسألة الطواف الوداع، لم يحصره في ساعة معينة ولا في يوم معين، بل جعل الأمر مفتوحا. تأملوا هذا الأمر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تأملوا في وقت عرفة، تأملوا في من وقف في عرفة في ليل أو نهار أدرك الحج، ومن دخلها بعد الزوال كان واجبا عليه أن يقف بها إلى غروب الشمس. تأملوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المبيت بمزدلفة إذ أذن للضعفة أن ينصرفوا بعد غيبوبة القمر، وعلى قول بعد منتصف الليل. تأملوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في جواب رسول الله لمن سأله من تقدم أو تأخر، افعل ولا حرج. ألا يدلك هذا على أن هذا الدين دينا عظيما في أمره ونهيه وتقريره؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام.